ان شاء الله ما اكون مثلها ولا باي شيء. ايه ولا باي شيء. لا أصالة نصري؟ ولا باي شيء ولا مع اي حدا، ولا باي شيء، حتى ولا بالشهرة ولا بالنجاح اللي وصلت له. طلعي بالمراية وقولي لي شايفة حالك بتشبهي أصالة؟ أحيانا بحس حالي عم بشبهها، بقوم ما بقعد بطلع حالي بالمراية. بتكرهي أصالة نصري؟ لا ما بكرهها. بكره تصرفاتها. وبكره الأنا اللي وصلت له اليوم، بكره هاي كثير. ما بحبها كثير. شو بتقولي على أصالة؟ تفضلي. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش ان نستنى في بعضي سنة، لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا، ما بقاش انا. انت ليه معقدة من أصالة نصري؟ انا مالي معقدة من أصالة. انا مو عقدتي أصالة ابدا، ولا بشبهها باي شيء ابدا ابدا. ولما حدا بيقول لي بتشبهيها بتضايق. هي ضلت تقسى، ضلت تجرح، ضلت تقسى وتجرح كثير. وحياة الله، اللي بحب بحياته ما بيكره. انا ما واللي بكرهها. واللي بحب بلا. لا انا ما بكرهها، انا زعلانه هي منها. بتكرهك احيانا؟ بحس ايه. ليه عم تبكي؟ والله بزعل، يعني بزعل حقيقه. ما بحب هالولاد يعيشوا منفصلين عن قرايبينهم. بزعل يعني، بزعل لما بنقعد على سفرة رمضان أنا وجودي وعلي، بتطلع هيك على باقي السفرة بلاقيها فاضية، بينما هنن. والله ما بحب أبكي، يعني ما بحب هذا الأسلوب. بس إنه بيجي العيد وهيك الحياة، أنا بس بزعل هيك. يعني الولاد إنه ما عاد في ألفة، يعني ما عاد في هالفرحة، ما عاد في هالجمعة. كان الله مقدرها. اللي بيقولوا لك كبير العيلة، يعني هي كانت كبيرة. يمكن انت بتقدري انت تخليكي وتضلك جاية مع هيدا الشيء اللي عم تنزلي دموعك من خلاله. أنا اليوم عندي حلين، يا أما أنت وأصالة مستعدة تتحمليها لأنه هي عندها السلطة الأكبر منك وأهم منك، وأغنيها اليوم ضاربة وهي نجمة صف أول وأنت بعدك نجمة صف رابع، يا أما عندك شيء تاني تعمليه انه تقدري تمشي مثل ما بدها اصاله. قرري واحد من الاثنين وبتضلك جاي مع اولادك. الاثنين يا الله يخلي لك اياهم مع اصاله نصري. ما زين ما بتغاري من اصاله. لا والله. مش عائلتك اصاله. لا والله. وانت عندك صوت أقسم. يختلف انا قلت لك اقسم. اقسم شو؟ انا قلت لك من قبل شوي اقسمت والله ما بغار منها. والله لما كانت تعمل حفله ناجحه، والله قسما اني يكون عندي طاقه لاني اقوم نط 100 نطه اوصل للسما. افرح لنجاحها كانه هاد نجاحي انا واكتفي. والله بدك تسمعي مني هيدي الشفره وبدك تفكيها. شفره بتقول مساجات بعد وفاه ايهم، مين السبب محا، شو السبب؟ تعرف تمام، انا بتصور انه فيكي تجاوبيني على هيدي الشفرة. تعرف تمام، انا بتصور انه اللي حكيناه بزياده، وانا بتصور انه لهون فيك تسكر من عندك وتختم لانه انا خلص تعبت. لحظه لحظه لحظه. لا. ليه غلط الموضوع؟ لا خلص موضوع اصاله اخذ يعني كثير حيز. انت عم تحكي عن موضوع اصاله وانا عن هالشفره. انا بحب امشي. انا عم بحكي عن هي الشفره. اذا ما بدك تتجرأي تقولي للراي العام. يا تمام. شو انا عم اقول لك. انا حوقف. انا عم اقول لك اول شيء بدي اطلب منك تعدي. اللي صار انه يعني ايهم ما كان كمان حدا مخبي زعله. ايهم كل الناس بتعرف انه قد ايه هو كان مقهور، قد ايه هو كان زعلان. مقهور مقهور ايهم، يعني من مين؟ زعلان ايهم، حنون كثير. شو السبب؟ ليه على طول بضلوا مظلوم؟ بحب أيهم. والله مظلوم كثير على فكره. ليه يعني؟ يعني اول من ظلمه، خليني اقول لك، اول من ظلمه ايمن ذهبي واجى عزف فيه. وانا احتراما يعني للحدث تقبلت تعزيته، ولو انه ايمن من المؤسسين لظلم ايهم، من المؤسسين.